عقبه بالهذا عقبه بالنجا صباح يوم جديد وبداية جديدة لي مع هذا المسير. أراقب، أصور، أتحدث، أدون وأكتب. أعداد الزوار تتزايد يوما بعد يوم، وكل شيء محضر ومنظم لبداية الخدمة. الإمام الحسين عليه السلام ينبوع عطاء لا ينضب، حكاية عشق لا نهاية لها، فهو يحيط بكرمه محبيه ومواليه إحاطة تحملهم من عالم المادية إلى عالم المعنوية. نعم، نحن عشاق هذا الإمام الذي لم نراه يوما. هذا عشق المؤمنين العارفين بالحق والحقيقة، هذا نداء أبدي يطلب منا نصرته في أي زمان ومكان. يوم هذا كالأيام السابقة تفرع بين أخذ صور والوقوف عند بعض المواكب. رأينا فيما سبق تنوع خدمات المواكب، فهي تقدم أنواعا مختلفة من الأطعمة والمشروبات على كثرتها، ولكن هناك مواكب خاصة تقدم خدمات خاصة كتوزيع أدعية وزيارات على الزائرين في لفتة لأهمية هذه الزيارات والأدعية. نذروا للحسين عليه السلام حياتهم ولخدمة الزوار أموالهم، لم يبالوا ما يقدمون وكيف يخدمون. كان جل همهم أن يرضى الإمام عليه السلام عنهم ويكتب لهم شفاعة من نار جهنم. خطوة تتلوها خطوة والدرب طويل. حكاية عشقنا لم تقتصر على الكلمات وحسب، بل ترجمناها أفعالا وأعمالا حسينية. كان حبنا صادقا لإمام بلغت تضحياته حد السماء، فبادرنا بعشق حول موازين حياتنا ورفع من قيمة إنسانيتنا، فارتقينا بأخلاقنا العاشورائية وأرينا العالم أجمع أننا شعوب من مدرسة الحسين تخرجت. أعداد كبيرة من الرجال اجتمعت في هذا الموكب للتحضير لطعام الغداء. الجميع يعمل كل في قسمه الخاص، حيث التنسيق مهم لإتمام العمل بإتقان دون إسراف. وعلى اختلاف العرف الذي خص الأنثى بالطبخ، إلا أن الطعام هنا تحضره أيدي الرجال لا النساء في أغلب الأحيان. حياك الله.
صل على محمد. عودة للمسير بعد فترة الصلاة والغداء، المسير الذي نواسي به سيدتنا زينب عليها السلام التي غادرت كربلاء يوم العاشر مكرهة مسبيا. توزع الحلوى على الطرقات على حب أهل البيت عليهم السلام، وتقربا من سبايا الإمام الحسين عليه السلام الذين منعوا عنهم حتى شربة ماء. نكمل الطريق وفي أذهاننا ذكرى لأطفال الإمام الذبيح عليه السلام وهم يمشون مجبرين والصياط فوق رؤوسهم. كل هذا يدفعنا لزيارة الإمام مشيا على الأقدام. وأنا أتابع طريقي لمحت غرفة صغيرة للاستفتاءات الشرعية، فوجدتها فرصة كي أطرح الأسئلة المتبقية لدي على الشيخ. وبعد السلام والسؤال لم يرفض سماحته طلبي، ولكن لكثرة الأسئلة وضيق الوقت حيث كان وقت أذان المغرب والعشاء قد اقترب، فضل أن يجيبني عليها بعد إتمام الصلاة، فتوجهنا سويا لأدائها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا السؤال الاول اريد اساله، انه هدف من زياره الاربعين، بس احنا هاي الملايين رايحه للامام الحسين، شنو هدفنا احنا؟ من احب عمل قوم حشر معه، من احب عمل قوم حشر معه. كان ديدا اهل البيت سلام الله عليهم هو طاعه الله سبحانه وتعالى ورفض الظلم والطغيان. قول الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء: هيهات من الذله.
بدأ صدى لحد الآن. شوف أنت هذه الجماهير كلها تقول هيهات وكلها تقول لبيك يا حسين. ومعنى لبيك يا حسين هي طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الحسين ولي الله عز وجل والامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله. فقال الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دليل على عصمة النبي صلى الله عليه وآله. فهذه الجموع كلها تمتثل إرادة الحسين عليه السلام وتقول: سيدي يا أبا عبد الله أنا مطيع لك، لبيك أنا مطيع لك. وكانت دعوة الحسين عليه السلام هي لله: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. السؤال الثاني بالنسبة للموظفين الدولة، يعني مثلا إذا شخص موظف للدولة، موظف الدولة الموظف لا يجوز له مخالفة القانون، القانون لا يجوز له مخالفته، فهنا لا يجوز له الذهاب إلى الزيارة بدون إذن المسؤول مالته، المسؤول الرئيسي الحقيقي، المسؤول الحقيقي من هو مخول بالإذن. فإذا لم يأذن له المسؤول لا يجوز له الذهاب إلى الزيارة. وبهذا أكون أنهيت مسيري لهذا اليوم، حيث توجهت بعدها للاستراحة والتحضير ليوم آخر من أيام التقرب إلى الله.